أنا عامة بحب العربيات القديمة، بقالي فترة كنت بشوف العربيات وبحبهم واشتريت عربية قبلها، وكانت العربية دي مميزة بالذات إنه ده كان الموديل اللي أنا كان نفسي أشتريه من الأول بس أو أمتلكه، ولكن إن هو مش موجود ومش منتشر خلى الموضوع أصعب كتير، وقعدت فترة طويلة بدور على الموديل ده بالأخص طبعا لو كانت حالة كويسة، لغاية ما يعني ربنا سهل وجبت العربية دي بالذات. كانت ملك الصديق عزيز عليا، وكان برضو اشتراها من شخص برضو من الأصدقاء. هي الفكرة في العربيات دي أهم حاجة إنك تبقى جايب عربية معروف أصلها وفصلها، علشان في من الموديلات دي بما إنها قليلة طبعا موجودة عربيات غير شرعية، فاللي موجود منها المظبوط قليلين جدا في البلد، فهو أهم حاجة إنك أنت تدور على موديل فيه الموديل ده يبقى حالته معروفة وليه ملف مظبوط وورقه سليم والكلام ده كله. فكان صديق عزيز عليا وكان قرر إنه يبيع العربية، وقال لي طبعا عليها إنه عارف إنه عايز إن أنا أشتري الموديل ده بقالي فترة. العربية موديل 77 380 اس ال، هي فيها موتور ال 420. الموديل ده بالذات يعتبر هي الفتره بتاعت مرسيدس بنسميها الجولدن ايج، يعني الفتره الذهبيه بتاعتهم، علشان كان اكتر وقت العربيات بتتعمل بخامه كويسه وبفخامه حلوه وزي ما بنقول صاجها مختلف عن الحاجات الجديده. أنا دكتور سنان موجود في مصر الجديدة. مجال الأسنان بيتقدم كل شوية، كل يوم بيبقى فيه حاجة جديدة، معلومة جديدة في الطب، في الأجهزة اللي بنستخدمها. أنا بحب إن أنا أبقى متابع على طول في المجال بتاعي. الموضوع ده طبعاً مخلي إن وقتي ضيق جداً، ولكن موضوع العربيات ده هواية بالنسبة لي، فطبعاً من الاثنين بياخدوا وقت كتير، وان كل واحده فيهم محتاجه صبر ومحتاج انك انت تديها وقتها، بيبقى صعب انك انت تبدل مع الاثنين. حظي كان حلو قوي قوي طبعا في وقت لما الدنيا كانت مزنقه علينا طبعا بخصوص المرض المنتشر ده، خلى عندي وقت اكتر ان انا اقدر ابقى ادي اهتمام لمجال السيارات. هو الاعلانات اللي انا كنت دخلت فيها قبل كده حاجات طبعا ليها دعوه بمجالي، انا دكتور سنان عندي خبرة طبعاً في التلفزيون وإزاي أصور والتصوير بيبقى عامل إزاي، ما كانش عندي خبرة في التصوير مع العربيات. الإعلان لما كانوا بيظبطوه كان في طبعاً مخرج كان عايز عربية معينة في دماغه، والعربيات دي زي ما بقول لحضرتك معروف مين مالكهم وموجودين فين وكده، فأول ما قرر إنه عايز العربية الموديل ده اللي هو الأسأل، سألوا على الموديل بالذات وعند مين وكده، وأنا عندي العربية تعتبر حالتها طبعاً كويسة جداً، فكان عايز العربية دي بالاسم. فطبعاً من خلال ناس في المجال ده وصلوا لي وقالوا لي إنهم عايزين يصوروا بالعربية دي لعم بالدير، وطبعاً حاجة تشرف وإن الواحد يبقى يقدر يدخل حاجة زي كده ويبقى متواجد حاجة كبيرة كده. فطبعاً وافقت ورحنا اتصورنا بالاعلان. اول حاجه عملوها ان هم جابوا لي ويتش، اخذ العربيه من عند البيت لغايه المكان التصوير، ودي حاجه طبعا تقدر جدا عشان التصوير كان بعيد جدا عن المكان اللي انا كنت جاي بيها. صورنا الحتت اللقطات اللي كنا بنصورها في الشوارع كان اغلبها انا اللي بتصور بيها، بما ان الكاميرا كانت بعيده ما كانتش مبينه طبعا، ولكن هم بيستخدموا كاميرات معينه بتبقى في السماء اللي هي الدرونز، بتصور من بعيد للعربية وأنا كنت سايقها، دي أول قطعة كنا بنصورها. وبعد كده أخذنا العربية صورنا بيها في الاستوديو مع عمرو دياب. أنا لما رحت كان هو بيعمل لقطات تانية مختلفة اللي بيبقى واقف فيها، هو شخصية محترمة جدا جدا جدا، والذوق اللي بيتعامل بيه معايا ومع غيري سواء كان حد في مجال التصوير أو حد موجود ضيف أو ما شابه، طريقته جميلة جدا في التعامل وحاجة تشرف فعلا. وتعامله حتى مع العربية كان جميل، كان محترم العربية جدا وكان مقدرها وكان بيتعامل معاها برقة وكان مخلي باله على الحاجة انها ما تبصش، وما كانش هو بس، كان باقي الطقم كله بتاع التصوير والتسجيل كانوا خليين بالهم على الحاجة وكانوا بيبصوا على الحاجة باهتمام وكانوا بيستأذنوني من كل حاجة بيعملوها. فبصراحة كان اكسبيرينس جميل، يعني
انبسطت جدا ان انا الاقي التعامل الجميل ده والاحترام في التعامل بالشكل ده. عامه هم بيصوروا الموضوع بيبقى ايجابي جدا، ويبقى الناس كلها متحمسه وفي تشجيع جامد في التصوير والدنيا ايجابيه، ما بيبقاش الموضوع في شده اعصاب مثلا او الموضوع في قلق. لا العكس، هو الموضوع بيبقى ايجابي جدا، الموضوع بيبقى ظريف وكله مبسوط وكله بيغني، ويعني الموضوع كان ايجابي جدا جدا. انا بسوقها كتير اصلي، وتعتبر هي العربيه اللي بحب اسوقها على طول. بتحط في الموقف ده كتير، بس هو الموضوع كله ايجابي، الناس بتبقى مقدرينها وبيتلاقيهم بيتعاملوا مع الموقف بتشجيع وبيكونوا محترمين ومقدرين انك انت مخلي بالك على حاجه بالشكل ده. وطبعا عشان هي حاجه اتحطت في موقف مع عمرو دياب، فيعني حاجه كبيره قوي قوي عندنا احنا في مصر ان احنا يبقى في حاجه ليها دعوه بالفنان العظيم ده. في كذا مره في مواقف انه حد يستاذني نصور الموضوع، وطبعا دي حاجه بتشرفني ان هم يجوا يصوروا معايا او يصوروا مع العربيه. حاجه جميله وحاجه تبسط وحاجه تفرح ان الواحد يبقى بيعمل حاجه وشايف ان الناس بتقدرها.